بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا أصدقائنا في ساعة جديدة وحلقة جديدة مع بداية هذا الأسبوع من برنامجكم ساعة مرح. طبعا احنا كنا في انتظاركم خلال نهاية هذا الأسبوع وننتظركم خلال هذا الأسبوع كامل، لأن احنا وياكم إن شاء الله من يوم الأحد لين يوم الخميس من الساعة 4 لين الساعة 5 في برنامج ساعة مرح. اتصلوا علينا وشاركوا ويانا طبعا على الرقم 4-4-3-3-3-4-4-4. احنا في انتظار مشاركاتكم كلكم اصدقائنا وننتظركم في برنامج ساعة مرح. وبعد يا حصة طبعا موجود انا معاكم وحصة بعد معاكم، شنو يسوون يا حصة؟ اهلا وسهلا بكم اصدقائي، ولا تنسوا ان ترسلوا صوركم وفيديوهاتكم ومواهبكم على نفس الرقم 4-4-3-3-3-4-4-4. يا السلام عليك يا حصة. بس أنا مع بداية هذا الأسبوع وأنا كل يوم أعرف أن أنت فيك نشاط، الخميس والسبت سوينا رياضة ولعبنا وقعدنا، بس اليوم قاعد أحس أنه فيك شيء فيك شيء. شنو يا حصة؟ صحيح يا عبد الله، إيش فيك؟ ليش؟ بكرة عندي امتحان وأشعر بأني سأرسب. أوف 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 أوف, أوف, أوف يا حصة، عندك امتحان وتحسين ان انت راح ترسبين؟ ليش؟ ليش راح ترسبين؟ ليش؟ لقد تكلمت مع صديقتي اليوم واخبرتني بان الامتحان سيكون صعب جدا 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 والجميع سيرسب. بال يا حصة، يعني انت خذيتي الكلام من صديقتك اللي قالت لك ان الامتحان صعب وكلنا راح نرسب، صح؟ زين انت درستي؟ اجتهدتي؟ جدا. ليش متشائمة؟ لازم تكونين متفائلة، دام ان انت درستي واجتهدتي وتعبتي وسويتي اللي عليك، خليك متفائلة وادخلي الامتحان وانت واثقة من نفسك، وان شاء الله تحلين وتسوين اللي عليك وان شاء الله راح تنجحين يا حصة. حقا؟ اي، دائما ننسى التشاؤم ودائما نكون متفائلين، لان اللي يتفائل بالخير يا حصة يجده. فدائما احنا أنا وأنتي وأصدقائنا كلهم لازم يكونون متفائلين في أي شيء يسوونه في حياتهم، أي شيء يسوونه يتفائلون وإن شاء الله الله راح يعطيهم على قد نيتهم، صح؟ يا سلام، صحيح. أنت اجتهدتي ودرستي فلا تتشائمين يا حصة، وإن شاء الله بكرة تروحين وتحلين الامتحان كامل وتجيني تقولين لي يا عبد الله أنا حليت ومستانسة وإن شاء الله راح أنجح. إن شاء الله. إن شاء الله يا حصة. وأكيد نقول حق أصدقائنا دائما خلكم متفائلين في أي شيء، سواء في الدراسة سواء في أي شيء تسوونه في البيت، أي شيء ناوين عليه خلكم متفائلين وإن شاء الله راح تجدون الخير من خلال هذا التفاؤل. أحنا وياكم أصدقائنا اليوم الأحد وننتظركم كلكم، ونبي نشوف شنو سويتوا خلال نهاية هذا الأسبوع. حصة، شلون يعني اليوم أحد، شلون رتبتي يومك اليوم؟ يا سلام، كان يوم جيد جدا جدا جدا. لقد استيقظت الصباح في الصباح الساعة 6 صباحا. حلو. ثم قمت بغسل وجهي وفرشيت أسناني. يا سلام. وبعدها قمت بترتيب غرفتي. حلو. ثم أكلت أهم وجبة وهي وجبة الإفطار. حلو. يعني عرفت يا حصة أن وجبة الفطور أهم وجبة، صح؟ صحيح. بس السؤال المهم، إحنا ندري أن أنت فطرتي، بس السؤال المهم، خلصتي الصحن كامل ولا خليتي شوي منه؟ أبداً أبداً، أكلته كله. يا سلام عليك يا حصة، عليك بالعافية. شكرا. وبعدين سويتي رياضة اليوم؟ نعم صحيح. وأكيد بعد درستي حق امتحان بكرة، صح؟ صحيح صحيح. فحصة درست والحين بس ساعة من 4-5 وياكم في ساعة مرح، وبعد ما نخلص ساعة مرح بعد بتروح وبتدرس حصة، صح؟ صحيح. يا السلام عليك يا حصة، وننتظركم كلكم أصدقائنا ويانا في ساعة مرح. احنا وياكم من يوم الأحد لين الخميس من الساعة 4 لين الساعة 5، وأول اتصال معانا في حلقة اليوم، حلقة الأحد بداية الأسبوع، عندي ولا عندك يا حصة؟ أول اتصال عندي. يلا خذي الاتصال. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام. أهلا، مين معي؟ عبد الرحمن. أهلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن كم عمرك؟ 9. 9، وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ مهندس معماري. يا سلام.
مهندس معماري ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن هاي أول اتصال لك معنا؟ يا سلام، أول اتصال وصار صديقنا عبد الرحمن، وأكيد ما راح يكون آخر اتصال، صح؟ صح. إنزين يا عبد الرحمن، إذا مثلا عندك امتحان في المدرسة ورفيجك اتصل لك قال لك احنا بكره امتحاننا راح يكون صعب وكلنا راح نرسب في الامتحان، تتشائم وخلاص تخلي الدراسه ولا تدرس وتسوي اللي عليك وتروح الامتحان وانت متفائل؟ ادرس واسوي اللي علي واروح الامتحان وانا متفائل. يا سلام، يا سلام عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن زين. عبد الرحمن اذا مثلا دخلت الامتحان وشفته شوي صعب تحله صح وما تخلي ولا شيء صح؟ صح. إنزين وشنو النصيحة اللي تقولها حق الناس أو شنو بترد على رفيجك؟ شنو بتقول له اللي يقول لك الامتحان صعب؟ شنو راح تقول له؟ أقول له يمكن ما يكون صعب. صح، يمكن ما يكون صعب، فلازم شنو نسوي؟ أدرس. لازم ندرس صح، وما نتشائم صح، دائما ما نتشائم ونكون متفائلين صح؟ صح. يا السلام عليك، وأكيد لازم نتوكل على رب العالمين في أي شيء نسويه يا عبد الرحمن. زين قل لي عبد الرحمن شنو الأشياء اللي تعلمتها الفترة اللي طافت؟ ها عبد الرحمن شنو تعلمت وانت قاعد في البيت؟ تسوي رياضة مثلا، ترسم، تطبخ؟ تعلمت شنو تعلمت؟ قراءة الكتب. قراءة الكتب، ما شاء الله. يا سلام عليك يا عبد الرحمن، شيء جميل جدا جدا جدا. انزين يا عبد الرحمن يلا قل لي شنو حاب تسمعنا؟ قرآن. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، قراءتك جميلة وتجويدك أجمل، إن شاء الله تكبر وتحفظ القرآن كامل، قول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا يا عبد الرحمن جاهز للسؤال؟ جاهز. أول واحد معانا وأول اتصال، أكيد سؤالك سهل. الله، والله وايد سهل السؤال. السؤال يقول ما هو الكوكب الأحمر؟ المريخ ولا زحل ولا القمر؟ المريخ. حصة إيش رأيك؟ ما شاء الله، خلاص حصة قاعدة تقول لك يعني مو بزحل يا عبد الرحمن؟ لا، المريخ. الكوكب الأحمر مو بزحل؟ ايه. ولا القمر؟ ايه. إذا شنو لون القمر؟ ها؟ لون القمر شنو؟ شلون تشوف القمر؟ أي لون؟ أبيض. يكون أبيض صح؟ والمريخ صح. لون أحمر، إيش رأيك يا حصة؟ أكيد إجابتك يا عبد الرحمن صحيحة! يا سلام يا عبد الرحمن، شكرا على اتصالك ويعطيك العافية، أول اتصال معنا وأكيد سواء كان أول اتصال، ثاني اتصال، آخر اتصال، ما حد يطلع من عندنا شنو يا حصة؟ خسران! الكل فايز معنا في ساعة مرح، وإحنا وياكم أصدقائنا عندنا فقرات وايد مجهزينها لكم كلها لأجل استفادتكم ولأجل إحنا بعد نستفيد وياكم، وفقرتنا الجاية مقدمة من الجمعية القطرية للسرطان يا حصة. يا سلام، شو رأيك نشوف الفقرة؟ أكيد. هيا نشوف هيا الفقرة الجميلة اللي مجهزينها لنا ونرجع بعدها في ساعة مرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اليوم يا أصدقاء؟ اليوم سنقرأ لكم قصة جديدة بعنوان قنديل ألمى. يا ترى كيف واجهت ألمى المصاعب في الطريق الظلمة والوعرة؟ ماذا فعلت؟ وكيف استطاعت أن تتجاوز كل تلك المصاعب؟ هل يأست ألمى أم أنها واجهتها بعزيمة وإصرار؟ لنرى. قنديل ألمى. هذا
هذه القصة من تأليف الكاتبة بسمة الخطيب ومن رسوم بلال بصل. ليست الطريق نفسها كل يوم، أحياناً تكون أسوأ من أي يوم مضى. الليل مثل قبو مقفل، ينطفئ أمل ليضيء آخر. الطريق طويلة ولكنها مصنوعة من خطوات صغيرة ومثابرة. نجمة واحدة لن تعزم هذا الليل، لكن كيف نتوقف وهناك من ينتظر عودتنا؟ إذا غاب الأمل نصنعه. حين نظن أن الأمر انتهى ولا نرى شيئاً حولنا، يتسنى لنا النظر إلى داخلنا والتأمل. من ساعدنا ومن عرقلنا؟ الأصدقاء والأعداء، جميعهم صنعوا طريقنا. انتهت حكايتك هنا لتبدأ حكايات أطفال آخرين. يا سلام، شكرا للجمعية القطرية للسرطان على هذه الفقرة وعلى هذه القصة الجميلة اللي فيها الكثير من التفاؤل وعدم التشاؤم. وفي جملة جميلة جدا سمعتها أنا تقول إذا غاب الأمل نصنعه، يعني إحنا نصنع الأمل من خلال تصرفاتنا، من خلال تفاؤلنا، من خلال عدم التشاؤم، وأكيد ما نخلي حد يحبطنا. صحيح حصة؟ أكيد صحيح. ولازم شو نسوي بعد؟ نجتهد، صح؟ صحيح صحيح. لازم نجتهد ونتعب على نفسنا على أساس إنه مثل ما قالوا نصنع الأمل من خلالنا إحنا، وما ننتظر حد إنه يوصلنا للشيء. فإحنا نحاول نجتهد وما نتشائم، حتى لو قالوا إن الامتحان بكرة راح يكون صعب ندرس ونروح الامتحان. صح؟ صحيح. يا سلام عليك يا حصة، وإحنا ننتظركم كلكم أصدقائنا ويانا. ونذكركم برقمنا 4433344. ننتظر كل مشاركاتكم وكل اتصالاتكم ويانا في برنامج ساعة مرح، ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ آية. آية، كم عمرك يا آية؟ 9 سنوات. 9 سنوات؟ إيه؟ ما شاء الله العمر كله إن شاء الله. هاي آية، شنو حابة تصيرين يوم تكبرين؟ أبلة. أبلة، ما شاء الله. أبلة شنو؟ عربي. عربي، يا سلام يا حصة. يبدو أنها المادة المفضلة لديك. نعم. يا سلام، تحبين اللغة العربية. زين يا آية، قولي لي إذا مثلا كان عندك امتحان للغة العربية واتصلت عليك رفيقتك قالت لك إن بكرة الامتحان راح يكون صعب 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 وكلنا بنرسب في الامتحان، شنو بتسوين؟ أنا بفتح الكتاب براجع. إنزين، وبعد شنو بتقولين لها رفيقتك اللي تقول لك امتحان صعب وبنرسب، شنو تقولين لها؟ بقول لها أنا تفتح الكتاب وتراجع. تفتح الكتاب وتراجع وتدرس وما تتشائم، صح؟ إيه. لازم شو تسوي؟ لازم تتفائل. إيه. وشنو بعد يعني اللي يبي يوصل للشيء يجتهد وشنو يسوي؟ يجتهد. إيه. ويدرس. يجتهد ويدرس. صحيح. يا سلام. صحيح. يا سلام عليك يا آية. زين يا آية، تحبين اللغة العربية؟ قولي لي بعد شنو الأشياء اللي تحبينها؟ شنو الأشياء اللي سويتيها الفترة اللي طافت؟ رسمت ولونت. يا سلام. يعني تعرفين ترسمين؟ ايه. يعني ترسمين حصة؟ اوكي. يلا يلا عيال، حصة تنتظر رسمتك وترسلينها لنا، واحنا ان شاء الله نشوفها ونعرضها عندنا. زين يا آية، قولي لي شلون رتبتي يومك اليوم؟ شنو الاشياء اللي سويتيها اليوم؟ درست. حلو. واكلت. حلو، خلصتي اكلك كله؟ ايه. يا سلام، وبعد؟ وقعدت العب. يا سلام، يعني رتبت يومها عدل. زين، ومتى بتنامين اليوم؟ الساعة 7. الساعة 7، ما شاء الله. زين. صحيح. حلو يا آية. سنتي. يلا يا آية، قولي لي شنو حابة تسمعينا؟ قرآن. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله
لم يكن له كفواً أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعطيك العافية، جزاك الله خير يا آية. يلا يا آية، جاهزة للسؤال؟ إيه. نشوف سؤال وشنو يقول يا آية. السؤال عند حصة، يلا يا حصة قولي لها. أي الكلمتين لهم نفس المعنى؟ شجرة ونخل، طين وحل، سماء وسحاب. هيا هيا آية، شجر ونخل ولا طين ووح طين ووحل ولا سماء وسحاب؟ سماء وسحاب. لا 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 يا آية انتبهي. أنا يا آية أقول سماء وسحاب. لا لا اسمعيني جيدا يا آية. لهم نفس المعنى، شجرة ونخل، طين ووحل، سماء وسحاب. شجرة ونخل. ها ها فكري. انتبهي انتبهي يا آية. شجرة ونخل، طين ووحل. ها بتغيرين ولا لا يا آية؟ لا. اسمعي حصة شو تقولك. هيا يا يلا آية بعطيك انتبهي. آخر محاولة، اسمعي حصة شو تقول. قولي لها حصة. هيا، شجرة ونخل، طين ووحل، سماء وسحاب. آية بتغيرين ولا خلاص؟ آية حصة ساعديني. حصة قاعدة تساعدك يا آية. هذه أنا. خلاص خلص الوقت. يا آية حصة قاعدة تساعدك وتقول لك طين ووحل طين ووحل، بس أنت يعني حاولنا أن نساعدك يا آية. صحيح. بس للأسف أول مرة أول مرة في البرنامج نسمع الصوت هاي، صوت صوت الخسارة. بس آية تصلي علينا مرة ثانية وثالثة ورابعة وراح تفوزين أكيد ويانا. أنا زعلت والله لأن خسرت، قاعدة أحاول، قاعدين نحاول. بس آية تصلي مرة ثانية وأكيد أكيد راح تفوزين معنا. أهم شيء عرفنا شنو تبين تصيرين يوم تكبرين، وأهم شيء عرفنا أنها راح تجتهد وتدرس. صحيح. أكيد 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 آية ننتظر مشاركتك مرة ثانية ويانا في برنامج ساعة مرح. احنا وياكم أصدقائنا مكملين وننتظر كل مشاركاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل. نرحب فيكم أصدقائنا بعد هذا الفاصل، وما زلنا مثل ما عودناكم مستمرين معاكم في ساعة مرح. تصلوا علينا على الرقم كم يا حصة؟ على الرقم 44-333-444. يا السلام، ننتظركم كلكم أصدقائنا ويانا اليوم الأحد، ونشوف شنو سويتوا خلال نهاية هذا الأسبوع، ونشوف هل أنتم متشائمين ولا متفائلين دائما في حياتكم من خلال الامور اللي تسوونها واللي نقولها لكم. اتصلوا علينا وشاركوا ويانا، واحنا ننتظركم كلكم في ساعة مرح. اللي ما يقدر يتصل اليوم ممكن يتصل بكره واللي بعده واللي بعده. صحيح حصة؟ صحيح. لان احنا معاكم من يوم الاحد لين يوم الخميس من الساعة 4 لين الساعة 5. يلا يا حصة قولي الو. الو، السلام عليكم. السلام. اهلا، مين معي؟ عبد الله. اهلا يا عبد الله. عبد الله كم عمرك؟ 8. 8. وماذا تريد ان تصبح عندما تكبر؟ شرطي. يا سلام احسن. هيا اخبرني يا عبد الله، هل تذهب الى المدرسه ام تدرس عن بعد؟ عن بعد. عن بعد. يا سلام. زين عبد الله. نعم. بس اسمعنا من التليفون وشيل السبيكر عشان ما نسمع صوتنا وايد. زين زين. شليت السبيكر خلاص. اي الحين إيه. الحين تمام. يلا يا حصه كملي معاك. احسنت احسنت. هيا اخبرني يا عبد الله، هل تفضل الذهاب الى المدرسه ام الدراسه عن بعد؟ عن بعد. لماذا؟ لان الجرافين تحتول علي. صحيح. طب هيا أخبرني، ما هي أهم الأشياء تأخذها معك عندما تغادر البيت؟ كمام. إيه؟ ومعقم. وغساز. يا سلام. أحسنت أحسنت يا عبد الله. ياخذ لازم كمام ومعقم وقفاز. زين يا عبد الله قل لي،
إذا مثلا كان عندك امتحان واتصل عليك صديقك قال لك بكرة الامتحان صعب يا عبد الله لا تجي المدرسة لأنك راح ترسب، شنو تسوي؟ أول أراجع البيت بعدين أروح المدرسة أكون فاهم. يا سلام، يعني تكون متشائم ولا تكون متفائل؟ متفائل. يا سلام، لأن اللي يتفائل بالخير دائما شنو يا عبد الله؟ تكون إجابته صحيحة. تكون إجابته صحيحة. اللي يتفائل بالخير يجده يا عبد الله، دائماً خلك متفائل وادرس واجتهد على أساس أنه تكبر وتصير شرطي إن شاء الله، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح أكيد. زين يا عبد الله، يلا شنو حاب تسمعنا؟ قرآن. يلا تفضل يا عبد الله. قولي إنا أعطيناك الكوثر فصل إلى ربك فارغب إن شانك هو الأبتر صدق الله العظيم. فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. يعطيك العافية يا عبد الله، صدق الله العظيم. إن شاء الله تكبر وتحفظ القرآن. قول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا يا أبو عابد جاهز للسؤال؟ إيه. نشوف سؤالك يا عبد الله شنو يقول. تحب الرياضيات يا عبد الله؟ إيه. يلا سؤالك في الرياضيات، يحتاج راشد 13 بالونة مع العلم أن لديه 4 فقط، فكم بالونا إضافيا يحتاج؟ 17 ولا 9 ولا 5؟ هاي يا عبد الله، راشد عنده 4 ويحتاج 13، كم الزيادة اللي لازم ياخذها؟ 17. لا لا يا عبد الله انتبه. ها حصه قولي. 17 بالون، 9 بالونات، 5 بالونات. 9. انزين عبد الله انت معاك 4 واذا زودنا 17 كم بيصير؟ 4 زائد 17. 4 زائد 17 بيصير 21، صح؟ صح. وأربعة زائد 5 كم بيصير؟ 9. 9 أوكي حلو. 4 زائد 9 كم؟ 13. يعني كم الإجابة؟ يعني 9 إجابة صحيحة ولا لا يا حصة؟ أكيد أكيد صحيحة. يا سلام يا عبد الله، يعطيك العافية. سؤال في الرياضيات وحسب ويانا بعد، يعني احنا حسبنا مع عشان نأكد له الإجابة الصحيحة، وننتظركم أصدقائنا لأن يعني ما حد يطلع من عندنا خسران، صح يا حصة؟ صحيح صحيح. إن شاء الله الكل فائز معانا في برنامج ساعة مرح، فننتظركم وننتظر اتصالاتكم وننتظر مشاركاتكم ونقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، منو معاي؟ مصطفى احمد. مصطفى كم عمرك؟ 12. 12 العمر كله ان شاء الله يا مصطفى. قل لي شنو حاب تصير يوم تكبر؟ مهندس. مهندس شنو؟ مهندس شنو؟ ما اعرف. ما اسمع شنو؟ مصطفى. لا نعم. تبي تصير مهندس شنو؟ لسه ما قررت. لحين ما قررت، زين حلو، بس اهم شيء تبي تصير مهندس. ايوه. ان شاء الله تكبر وتقرر وتعرف شنو الطموح اللي تبيه وشنو الهدف اللي تبي توصل له يا مصطفى. زين مصطفى قل لي شنو الاشياء اللي تعلمتها الفتره اللي طافت؟ اروح المدرسه. حلو. بعد ما اجي البيت اتريض. حلو. اساعد امي. حلو. العب كوره. حلو. وتشوف وارسم. وتشوف ساعه مرح صح؟ اي. كل يوم تشوفنا يا مصطفى؟ نعم. يا سلام، يا سلام عليك. عليك يا مصطفى، صديقنا مصطفى. صحيح. صديق البرنامج. زين مصطفى قل لي يوم تروح المدرسه شنو تاخذ معاك؟ كمامات. وبعد معقم.
يا سلام، حلو. زين مصطفى، دام انك تروح المدرسة وفي امتحانات في المدرسة، لو مثلا اتصل عليك صديقك وقال لك يا مصطفى لا تجي بكرة المدرسة ولا تدرس لان احنا كلنا بنرسب في المادة، شنو تسوي انت؟ تتشائم وما تدرس ولا تكون متفائل؟ متفائل. شنو تسوي وانت متفائل؟ ها مصطفى، أنا أسمع الكلام وأتوكل على الله. يا سلام، تتوكل على الله وتدرس وتجتهد صح؟ صح. يا سلام عليك، إن شاء الله تدرس وتجتهد وتكبر وتخلص كل شيء وتحدد مهندس شنو تبي تصير. زين يا مصطفى؟ زين. أهم شيء لا تخلي الشيء السلبي يأثر عليك، دائما خليك إيجابي. زين يا مصطفى؟ زين. يا سلام عليه، مصطفى صديقنا يتابعنا صحيح. كل يوم. يلا أحسن. مصطفى شنو حاب تسمعنا؟ سورة القدر. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلاما هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم، جزاك الله خير يا مصطفى. يلا مصطفى صديقنا، جاهز للسؤال؟ نعم. نشوف سؤالك يا مصطفى شنو؟ وسؤالك دائما سهل، يقول ماذا يسمى الشخص الذي يساعد على إيجاد الكتب في المكتبة؟ مدير المكتبة ولا رئيس المكتبة ولا أمين المكتبة؟ هيا يا مصطفى. ها مصطفى. أمين المكتبة. أمين المكتبة، شوف حصة ايش قاعدة تسوي، تقول لك شنو يعني إجابته يا حصة؟ أكيد أكيد صحيحة. يا سلام، إجابتك صحيحة يا مصطفى، شكرا لك وعلى اتصالك. المهندس إن شاء الله مصطفى يعطيك العافية، وأحنا وياكم أصدقائنا، لأن مصطفى كل يوم يشوفنا وأكيد قاعد يشوف أفكارنا الجديدة اللي قاعدين نسويها، واليوم عندنا فكرة جديدة. يا سلام، تحبين هذه الفقرة صح؟ انت تحبينها وانا احبها، واكيد اصدقائنا كلهم يحبونها وينتظرون فكرتنا كل يوم، شنو الشيء الجديد اللي مجهزينه لكم. فكرتنا اليوم نشوفها مع بعض يا حصة. اكيد. هيا هيا يلا نشوف وياكم اصدقائنا فكرة اليوم ونرجع بعدها في ساعة مرح. أنا اسمي جازي أحمد لعبد الله. إذا أحد عنده كرتون لايك يطال، عندي لكم فكرة، تابعوني. أتمنى تكون عجبتكم الفكرة. مع السلامة. يا سلام، شكراً للجازي على هذه الفكرة الجميلة،
واللي راح تفيدنا وايد في البيت، صح يا حصة؟ صحيح، شكرا شكرا يا جازي، كانت فكرة رائعة. نشكرها، واكيد نبيكم تسوي نفس الافكار، لان الفترة الاخيرة يمكن عندنا وايد معقمات، وايد اشغال حق التنظيف ما نعرف وين نحطهم، فنسوي مثل هذا الشيء ونحطه فيهم، صح؟ صحيح، انا ساصنع واحدة. واكيد، تسوين واحدة يا حصة؟ يا سلام، حصة بتسوي واحدة كالعادة، وانتم اصدقائنا نبيكم تسوون وتصورون لنا وترسلون لنا على نفس الرقم اللي تتصلون عليه دائما، 4-4-3-3-3-4-4-4. أي شيء تسوونه في البيت، سواء رسم، سواء طبخ، سواء تسوين رياضة، طرشوا لنا إياه على هذا الرقم، وإحنا إن شاء الله نعرضه في برنامجنا وياكم في ساعة ما راح ننتظركم كلكم أصدقائنا. وحصة قولي ألو. يلا، السلام عليكم. ألو ألو. وعليكم السلام. أهلا، مين معي؟ محمد. أهلا يا محمد. محمد كم عمرك؟ 10. 10، وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ مهندس طيران. يا سلام، مهندس طيران يا عبد الله، يا رائع. سلام عليك يا محمد، يعطيك العافية، وإن شاء الله تكبر وتصير مهندس طيران. إنزين يا محمد، قل لي إذا مثلا رحت عند واحد وقلت له أبي أصير مهندس طيران، قال لك ما تقدر تصير مهندس طيران، صعب 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 وايد إنك تصير مهندس طيران، شنو راح تسوي؟ تتشائم وخلاص تنسى، ولا تحاول وتجتهد وتكون متفائل؟ أتفائل. يا سلام، شنو تسوي بعد؟ شنو تقول حق الشخص هذا؟ أنا بدرس وبقعد وبصلي. يا سلام يا سلام يا محمد، بيدرس وبيصلي بعد، لازم وانت تصلي بعد تدعي حق نفسك، تدعي حق امك وابوك والناس اللي تحبهم، وتكون متفائل، صح؟ صح. حتى لو عندك امتحان صعب وقالوا لك انك بترسب، واحد قال لك بترسب، شنو تسوي؟ ادرس. شنو تسوي؟ أدرس وأتفاعل. تدرس وتجتهد، صح؟ يا سلام علي محمد، واضح إنه مجتهد. أحسنت. وإن شاء الله راح يوصل للشيء اللي يبيه ويصير مهندس طيران. الله يحفظك يا محمد. قل لي بعد، شنو الأشياء اللي تحب تسويها وانت قاعد في البيت؟ أقرأ وأساعد أبويا. يا سلام، يساعد أبوه. يا سلام يا سلام. زين يا محمد، يلا قل لي شنو حاب تسمعنا؟ قرآن. يلا تفضل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمعاون وتواصوا بالصبر. يعطيك العافية يا محمد، وما قصرت، شكرا على اتصالك، وأكيد جاهز للسؤال، صح ولا لا؟ صح. يلا نشوف سؤالك يا محمد، شنو يقول؟ سؤال سهل، يلا نقول لك السؤال. ماذا تسمى المساحات الكبيرة من المياه التي تغطي سطح الأرض؟ هل هي محيطات ولا أنهار ولا بحار؟ هيا يا محمد. ها، شنو؟ محيطات. ما أسمع. محيطات. محيطات. أنا أقول بحار يا محمد. لا، محيطات. بحار. متأكد. ها؟ متأكد. أنهار. زين. لا، محيطات. خلاص ثابت، ما بتغير؟ ثابت. يعني أنت متفائل إن محيطات إجابة صحيحة؟ لا. دام الند متفائل ومو متشائم بإجابتك، حصة راح تقول لك إجابتك. أكيد أكيد صحيحة. إجابتك صحيحة. أحسن. يا محمد، يا السلام عليك، وياكم أصدقائنا ننتظركم وننتظر اتصالاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير نرجع نواصل بعده ساعة مرح.
نرحب فيكم أصدقائنا في حلقة ساعة مرح، حلقة الأحد اليوم بداية الأسبوع، وأكيد بداية جميلة ومليئة بالتفاؤل، مليئة بالإيجابية. اللي راح الدوامات، اللي راح المدرسة، اللي درسوا عن بعد، كلهم كانوا جاهزين، لأن أكيد نهاية الأسبوع اللي طاب كانت نهاية جميلة وكان فيها رياضة. صحيح حصة؟ صحيح. وكان فيها أشياء جميلة جدا. احنا وياكم أصدقائنا مثل ما عودناكم معاكم يوميا من يوم الأحد للخميس من الساعة 4 لين الساعة 5. اتصلوا علينا، أكيد ننتظركم وننتظر اتصالاتكم. على رقم يا حصة؟ على رقم 44-333-444. وننتظركم على هذا الرقم بعد ترسلون لنا أي شيء تسوونه في البيت، سواء رسم، سواء رياضة، سواء طبخ. احنا ننتظركم وننتظر كل مشاركاتكم وأكيد اتصالاتكم بعد. هل اتصال عندي ولا عندك؟ عندك يا عبد الله. عندي. يلا نقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ خلود محمد المري. والنعم يا خلود، كم عمرك؟ ينعم بحالك، عمري 10. 10 العمر كله ان شاء الله يا خلود. ها قولي لي، شنو تبين تصيرين يوم تكبرين؟ ابي فنانة رسامة. رسامة، ما شاء الله. يا سلام يا خلود. بس يا اكيد سلام. تقدرين ترسميني انا ولا ما تقدرين؟ اقدر. اوكي. وحصة؟ وانا ايضا. حتى أنا أقدر أسوي حصة. يا سلام. زين خلود، خلاص ترسميني أنا وحصة وترسلين لنا. زين زين. وعد؟ وعد. خلاص خذينا منك وعد يا خلود، وترسمنا أنا وترسميني أنا وحصة وترسلين لنا إن شاء الله. زين يا خلود، قولي لي، إذا أنت رسمتي رسمة وجاء شخص قال لك هذه الرسمة مو بحلوة وما توديك ولا مكان ولازم ما ترسمين، تتشائمين وتزعلين وتقولين لا، ولا تكونين متفائلة وترسمين أكثر وتتعلمين أكثر؟ أتفائل وتعلم أكثر وأقول لا، أنا ما أتشائم عادي، هذه رسمة تعجبني. يا سلام. يا سلام يا خلود، أحسنتي. يعني رسمتك عجبتك خلاص وتكونين متفائلة وتحاولين أكثر وأكثر وأكثر، صح؟ صح. خلاص يوم ترسميني أنا وحصة إن شاء الله بنشوفها ونعرضها في البرنامج، صح يا حصة؟ وننتظرك يا خلود ترسميني أنا وحصة إن شاء الله، ولازم ما تكونين متشائمة. زين قولي لي يا خلود، شنو الأشياء اللي تعلمتيها بعد غير الرسم؟ شنو تعلمتي؟ تعلمت السباحة والطبخ. الله. يا سلام. زين خلود، شنو طبختي؟ اطبخ بيض، يعني اطبخ مكرونه مع امي اسعد امي. يا سلام. يا سلام، احسنتي. خلود قربي من التليفون شوي عشان نسمعك احسن، صوتك مو واضح. تطبخين مع امك يا خلود؟ ايه. اوه نبي نجرب بعد، صح ولا لا؟ صحيح. خلاص مع الرسمه لازم نجرب اكلك يا خلود. انزين انزين، قولي لي بعد شلون، انا اليوم بسولف معاك يا خلود، قولي لي شلون ترتبين يومك؟ شنو الاشياء اللي تسوينها في يومك؟ اول شيء يعني افطر، بعدين اسلم مع اختي والعب، وبعدين اساعد امي في الطبخ. يا سلام. يا سلام يا خلود، احسنتي. وساعة ما راح تشوفين ساعة ما راح كل يوم؟ ايه اكيد. ايه اكيد. خلاص ننتظرك اليوم، اتصلتي تقدرين تسلم مره ثانيه وثالثه ورابعه، صح ولا لا يا حصه؟ اكيد. كلكم اصدقائنا في البرنامج يا خلود. ها خلود يلا قولي لي، شنو حابه تسمعينا؟ نشيد وطني. يلا تفضلي. حفظ الله تميما ورعى الله قطب صانك الله بلادي من تدابير البشر، أنت رمز العز فينا بعلاك نفتخر، أنت فيض من عطاء، أنت خير من هبل، نبذل الروح بداك لا نبالي بالخطر، شيم الأزاد فيك وبك الماضي الزهر، وبك الحاضر يشدو وبك الفز الأخر، كعبة المظلوم أنت وملاذ المنذعر، فيك أمن وأمان وسلام منتشر، حولك الكف جميعا كل منك استقر،
يا سلام يا سلام عليك. شكرا يا خلود. شكرا يا خلود، يعطيك جميلة العافيه جداً. ما شاء الله صوتك جميل. ما شاء الله يعني بعد فنانه وصوتها حلو بعد، ها صحيح. وسام وصوتها حلو، ما شاء الله عليك يا خلود. لازم ننتظر تتصلين مره ثانيه وتسمعينا بعد شيء جديد، زين؟ يا سلام. يلا يا خلود، جاهزه للسؤال؟ أكيد سؤالك راح يكون سهل يا خلود. نشوف مع بعض السؤال شنو يقول. زوج من الطيور، هل هو عدد مفرد أم مزدوج؟ مفرد، نصف مفرد، مزدوج؟ هيا يا خلود. مفرد، نصف مفرد، مفرد، مزدوج. اسمعي حصة شنو تقولك يا خلود. هيا انتبهي انتبهي يا خلود. مفرد، نصف مفرد، مزدوج. نصف مفرد. ها 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 انتبهي انتبهي يا خلود مرة أخرى. مفرد، نصف مفرد، مزدوج. مزدوج مزدوج. اليوم الناس ما يبغون يسمعونك يا حصة، ما ادري ايش سالفتهم. صحيح حصة قالت لك مزدوج يا خلود، ومزدوج يعني رقم اثنين، يعني زوج من الطيور يعتبرون اثنين، فهذا يعتبر رقم مزدوج. وشنو يا حصة إجابة خلود؟ أكيد إجابتك صحيحة. يا سلام عليك يا خلود، شكرا على اتصالك، ما شاء الله عليك. إن شاء الله تكبرين وتصيرين رسامة، بس لازم تجتهدين وتتعبين على نفسك وتحاولين على أساس أن توصلين للشيء اللي تبينه. الله يوفقك إن شاء الله، يوفق كل أصدقائنا في كل شيء يبونه. صح؟ صحيح. يلا نقول وننتظر. يلا يا حصة عندك الاتصال. يلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، مين معي؟ سعيد. أهلا يا عيد. عيد كم عمرك؟ سعيد. سعيد سعيد سعيد. سعيد سعيد كم عمرك؟ سعيد. ألو 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 ألو، أين ذهب يا عبد الله؟ سعيد معانا ولا راح؟ ألو سعيد، شكله راح سعيد، راح سعيد وراح. يلا اتصال ثاني. يلا أخرى. يلا قولي الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا، مين معي؟ ما من ما معي سعد القحطاني. سعد، اهلا يا سعد. سعد كم عمرك؟ عمري 9. 9. وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ لاعب كرة. يا سلام، هل تحب لعبة كرة القدم؟ نعم. يا سلام. هيا أخبرني، كم مرة تتدرب؟ أتدرب 30 دقيقة في اليوم. يا سلام، أحسنت. وما هو أفضل فريق لديك؟ فريق السد. فريق السد يا عبد الله. يا سلام، تشجع نادي السد يا سعد. زين نعم. قل لي منو احسن لاعب عندك؟ الهيدوس. حسن الهيدوس، يا سلام، كابتن منتخبنا الوطني وكابتن نادي السد، نوجه له التحيه. صح، تبي تصير نفس حسن الهيدوس يوم تكبر؟ ايه. وين تلعب؟ وين مركزك في الملعب؟ هجوم ولا وسط ولا دفاع ولا حارس؟ هجوم. هجوم، يا سلام. يا سلام. انزين يا سعد، قل لي الحين مثلا انت قاعد تتدرب، جاك واحد قال لك يا سعد انت ما تعرف تلعب، خلاص لا تلعب كوره ووقف لعب كوره، تسمع كلامه ولا تكون متفائل وتلعب وتتدرب وتحاول لين ما توصل للشيء اللي تبيه؟ بكون متفائل وبقول لا انا بكمل يا. وبعدين بس مشهور. يا سلام. يا سلام يا سعد، ان شاء الله عاد يوم تكبر وتصير مشهور وتصير لاعب كبير لازم تتصور ويانا انا وحصه. زين زين، اذا شفتنا تتصور معانا ان شاء الله، واكيد نقول هاي سعد كان صديق نادي ساعه مرح. صح صحيح. يا سلام. ان شاء الله ان شاء الله يا سعد، الله يوفقك. بس دائما الشخص اللي يبي يوصل لشيء كبير شنو يسوي؟ شنو لازم تسوي عشان توصل؟ لازم اتدرب. وبعد
ولازم أثق بنفسي عشان أتدرب وايد وما أخاف. يا سلام. يجب أن تجتهد جدا. إيه وسعد ما تسمع كلام المتشائمين صح، اللي يحاولون يحبطونك، دائما تكون متفائل صح؟ صح. يا سلام عليك يا سعد. يلا ها شنو حاب تسمعنا اليوم يا سعد؟ سورة الناس. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سعد، يعطيك العافية. سعد كل يوم تشوف برنامجنا ساعة فرح؟ نعم. يا سلام، خلاص ننتظر اتصالك مرة ثانية. انزين ان شاء الله. يلا اللاعب الكبير سعد، نقول له لاعب من الحين، لان ان شاء الله بيوصل وبيصير لاعب في المنتخب ويصير لاعب مشهور. جاهز للسؤال؟ نعم. يلا نشوف سؤالك يا سعد شنو يقول. يلا حصة اسألي هالسؤال. ما هو جمع كلمة حصان؟ حصانات، أحصنة، حصون. ها يا سعد. هيا يا سعد. أحصنة. متأكد يا سعد؟ متأكد. ما تبي تفكر؟ لا. مبحصون؟ لا. إجابتك يا سعد، خلاص دامنات متأكد. شنو إجابتك يا حصة؟ صحيحة. يا سلام عليك يا سعد، لاعب الكبير سعد، الله يوفقك إن شاء الله وتجتهد. الشيء الحلو اللي قاله سعد إنه حتى وهو قاعد في البيت يتمرن كل يوم 30 دقيقة. سمعتي؟ صحيح. يتمرن على أساس إنه ما يفقد اللمسة، على أساس إنه تكون عنده لياقة يوم يرجع يتمرن مرة ثانية في النادي. الله يوفقك إن شاء الله يا سعد. والحين شنو عندنا يا حصة؟ يا سلام، عندنا اتصال. ونقول ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، منو معاي؟ ود محمد. ود كم عمرك؟ 9. العمر كله إن شاء الله يا ود. يلا قولي لي يا ود شنو حابة تصيرين يوم تكبرين؟ آية الكرسي. لا زين، أنت بتقرين لنا آية الكرسي، بس أنت شنو تبين تصيرين يوم تكبرين يا ود؟ شنو حلمك؟ شنو طموحك؟ شنو الهدف؟ طبيبة أسنان. يا سلام. وكم مرة تقومين بغسل أسنانك باليوم؟ كل يوم. كم مرة؟ مرة، مرتان، ثلاثة. ثلاث مرات. زين يا ود اسمعينا من التليفون. اسمعينا من التليفون. زين. ايوه. انزين ما شاء الله، قالت بعد كل وجبه تفرش اسنانها وتغسل اسنانها. يا سلام عليك يا ود. انزين يا ود، الحين مثلا جات اتصال وقالت لك صديقتك بكره عندنا امتحان وصعب جدا 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 وكلنا بنرسب، لا تدرسين يا ود ولا تجين الامتحان، شنو بتسوين؟ ادرس واجتهد. حلو. وتروحين الامتحان؟ ايوه. احل الامتحان. تحلي الامتحان كامل وانتي متفائله صح؟ يس. وما تتشائمين صح؟ يا سلام عليك يا ود. زين يا ود، يلا سمعينا الحين آية الكرسي، يلا تفضلي يا ود. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا من علمه إلا به بما ولا شاء. يحيطون بشيء من علمه. من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا سلام، جزاك الله خير يا ود. احسنت يا ود، قراءات الجميلة وتجويد الجميل. يلا جاهزة للسؤال؟ ايوه. يلا نشوف سؤالك يا ود شنو يقول السؤال. كم مئة في الرقم 687؟ ستة، ثمانية، سبعة؟ ستة. ستة متأكدة؟ إيه. إجابتك خلاص، دام إنها هي متأكدة شنو نقول يا حصة؟ إجابتك صحيحة. يا سلام، إجابتك صحيحة يا ود، شكرا على اتصالك. ود كانت آخر اتصال معانا يا حصة. آه حقا. إي، والحين نروح لفقرتنا الجميلة جدا ونشوف منو انضم ويانا لنادي ساعة مرح. نادي ساعة مرح، نشوف من أصدقائنا اليوم. خلونا نشوف وياكم منو انضم معانا في حلقة اليوم. صديقتنا الأولى سارة إبراهيم الأشكناني، شنو تحب؟ الرسم. تحب الرسم. وبعد معانا صديقتنا نور الهدى أكرم، شنو تحب؟ يا سلام، تحب الرسم. تحب الرسم بعد. وصديقنا ناصر حمد دلموك شنو يحب؟ يا سلام، سباق الهجن والسباحة. يا سلام علي ناصر. وبعد معانا زين محمد ربيع شنو يحب؟ تركيب الألعاب. الله عليك يا زين. ومعانا محمد علي حاجي شنو يحب؟ السباحة وركوب الخيل. وآخر صديقة معانا رغد عصام شنو تحب؟ الرسم والسباحة والكتابة. ما شاء الله، شكرا لكم أصدقائنا كلكم على انضمامكم ويانا، وننتظركم أيضا بكرة أصدقائنا من الساعة 4 لين الساعة 5 في ساعة مرح. شنو تقولي لهم يا حصة؟ إلى اللقاء ونراكم غدا. وصلنا معاكم للختام، نشوفكم بكرة إن شاء الله، ومع السلامة.